منصة دمشق التربوية. معكم المدرسة حنان جمال بعاج. موضوع الدرس سيكون عن مادة المحاسبة الخاصة. موضوع الدرس العجز في البضاعة والبضاعة المردودة. معنا مجموعة من الطلاب، نرحب فيكم. نبدأ بالتعريف على الطلاب، تفضلي. سلسبيل علي من مدرسة عقرب التجارية. حلال أحمد من مدرسة عقرب التجارية. محمد غزال من ثانوية عقرب التجارية. ضال نجار من ثانوية عقرب التجارية. ياسمين البني من ثانوية عقرب التجارية. إسراء صفصف من ثانوية عقرب التجارية. بتول داحوس من ثانوية عقرب التجارية. أهلا وسهلا. بداية سنتكلم عن العجز في البضاعة. العجز في البضاعة هو النقص الحاصل في كمية البضاعة. العجز يكون في الكمية، النقص الحاصل في الكمية نتيجة جفاف أو بسبب الإهمال أو بسبب فارق الوزن. فلما يكون جفاف أو بسبب فرق الوزن يكون طبعا عجز طبيعي، ولما يكون بسبب إهمال شخصي فيكون عجز غير طبيعي. فيقسم العجز إلى نوعين، عجز طبيعي وعجز غير طبيعي. بداية سنتكلم عن العجز الطبيعي. العجز الطبيعي هو العجز ضمن الحدود المسموح بها، يحدد الموكل نسبة للوكيل متفقين عليها من البداية مقبول هو عجز طبيعي. أهم شيء بالعجز الطبيعي أنه لا يسجل لا بدفاتر الموكل ولا بدفاتر الوكيل، لا يوجد له قيد محاسبي لا بدفاتر الموكل ولا بدفاتر الوكيل. بالنسبة للعجز الغير طبيعي هو أي عجز يتجاوز النسبة المسموح بها، يعني بداية يكون بالنص المسألة نسبة محددة للعجز الطبيعي، لو فرضنا 1%، 2%، 3%، أيا كانت بنص المسألة نضربها بكمية البضاعة المرسلة يطلع معنا العجز الطبيعي. أي شيء يتجاوز هذا العجز يكون عجز غير طبيعي. بالتالي العجز الغير طبيعي هو الذي يتجاوز نسبة المسموح به، طبعا يتحمله الوكيل. طبعا في دفاتر الموكل قلنا العجز الطبيعي لا يوجد له قيود، أما العجز الغير طبيعي رح يكون عند الموكل قيد واحد، أما عند الوكيل رح يكون قيدين. القيد اللي رح يكون عند الموكل هو من حساب جاري الوكيل إلى حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل، نحن حملنا الوكيل بالعجز. وطبعا يؤخذ بسعر الفاتورة الصورية، سعر الفاتورة الصورية. وبالنسبة للوكيل يكتب قيدين للعجز، من حساب العجز غير الطبيعي إلى حساب جار الموكل، بعدين يكتب من حساب ملخص الدخل على اعتبار أنه خسارة إلى حساب العجز غير الطبيعي. طبعا بعدين رح نقول البضاعة، نتكلم عن البضاعة المردودة. البضاعة المردودة شو هي البضاعة المردودة؟ باختصار البضاعة المردودة هو البضاعة التي يقوم الوكيل بردها إلى الموكل. يقوم الوكيل برد البضاعة الموكل نتيجة لأنها زيادة عن العدد المطلوب أو لأنها غير ملائمة لنوعية الزبائن لديه. طبعا رح يكون بداية أهم شيء نعرفه بالبضاعة المردودة أنه رح تكون قيمتها، قيمة البضاعة المردودة تساوي تكلفتها بس، اللي هي عدد الوحدات المردودة، يعني كم قطعة هو رد ضرب تكلفة الوحدة الواحدة. ونيجي بعدين على اعتبار انه هذه البضاعة ردت بسبب قرار خاطئ ممكن يكون من الموكل انه بعث زيادة عن الكمية او لانه بعث بمنطقة غير ملائمة لنوعية الزبائن، بالتالي رح يكون في عندي مصاريف رد، هي تعتبر خسارة بالنسبة للموكل. مصاريف الرد هي عبارة عن مصاريف الوكيل عند الرد زائد مصاريف الموكل عند الرد زائد نصيب البضاعة المردودة من المصاريف الموكل والوكيل عند الإرسال والاستلام عدا مصاريف البيع والتوزيع. طبعا القيود المحاسبية للبضاعة المردودة، القيود المحاسبية للبضاعة المردودة راح يكون عندي 5 قيود عند الموكل بينما راح يكون قيد واحد عند الوكيل. أول شيء القيود بدفاتر الموكل، بداية راح يرجع البضاعة، معناها هو عكس قيد الإرسال. إذا بدنا نقول من حساب بضاعة مرسلة إلى حساب بضاعة الأمان لدى الوكيل، بعدين طالما هو رجع البضاعة الوكيل راح يدفع عليها مصاريف، فتكون من بضاعة الأمانة لجاري الوكيل. يرجع توصل البضاعة للموكل كمان يدفع عليها مصاريف تا يرجعها على مخازنه، فتصير من بضاعة الأمانة إلى حساب صندوق أو مصرف بحسب طريقة الدفع. وبعدين طالما مصاريف الرد هي عبارة عن خسارة فلازم أثبتها وأقفلها، أثبتها بداية ببضاعة الأمانة تصير من حساب مصاريف رد البضاعة إلى حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل، وبالأخير أقفلها بملخص الدخل، من حساب ملخص الدخل إلى حساب بضاعة الأمانة إلى حساب مصاريف رد البضاعة. عند الوكيل راح يكون قيد واحد بس، لما رجع البضاعة للموكل راح يكتب القيد الخاص بالمصاريف اللي هو من حساب جاري الموكل
إلى حساب صندوق أو مصرف حسب طريقة الرد، حسب طريقة الدفع، دفع المصاري. سنأخذ مثال عن البضاعة المردودة والعجز في البضاعة. مثال: في 1/6/2018 أرسل عمر صاحب محلات الأدوات الكهربائية بدمشق لوكيله حازم في السويداء إرسالية من المكانس الكهربائية اللي بيعها مقابل عمولة عادية 7%، وتتألف الإرسالية من 500 مكنسة تكلفة المكنسة الواحدة 2000 مرفقا معها فاتورة سورية بسعر 2300. صرف الموكل عمر على البضاعة المصاريف الآتية: 20,000 مصاريف نقل وتحميل، 40,000 مصاريف تأمين. في آخر المدة المتفق عليها أرسل الوكيل حازم كشف حساب المبيع ظهر فيه. سدد الوكيل مبلغ 20,000 مصاريف نقل و10,000 مصاريف تخزين و8,000 مصاريف دعاية و15,000 مصاريف بيع مختلفة. تبين أن الوكيل باع نقداً 200 مكنسة بسعر 3,000 للمكنسة الواحدة، وباع على الحساب 150 مكنسة بسعر 3,500 للمكنسة الواحدة. بمراجعة الوكيل للبضاعة المرسلة تبين أن هناك 15 مكنسة ناقصة، علما أن العدد المسموح به 5 مكانس. تم الرد 20 مكنسة بسبب عيب فيها، حيث بلغت مصاريف الرد 600 ليرة سوري، كما دفع عمر نقدا 400 ليرة سوري. سدد الزبائن رصيد حسابهم واعتبر مبلغ 15,000 دينا معدوما. طبعا المسألة خيارات، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: 1. نصيب الوحدة الواحدة من المصاريف المعتمدة للموكل والوكيل هو نضال. إذا بدنا نحسب نصيب الوحدة الواحدة من المصاريف المعتمدة، مصاريف الموكل والوكيل عدا مصاريف البيع والتوزيع، شو هي راح تكون عنا نصيب الوحدة الواحدة من المصاريف؟ دال 180 ليرة. ليش اختارينا 180؟ المصاريف الموكل كاملة اللي هي 60,000 20,000 + 40,000 مع مصاريف الوكيل 20,000 + 10,000 وتقسيم الإرسالية، فبيطلع الناتج 180 ليرة. طبعاً أخذت مصاريف النقل اللي هي 20,000 + 40,000 + 10,000 مصاريف تخزين، وعندي 20,000 مصاريف النقل، طلعت معك 90,000 على عدد الوحدات المرسلة اللي هي مذكورة ببداية المسألة 500. طلع معانا 180. إذن الخيار الصحيح راح يكون دال. عندي اللي هو 108. السؤال اللي بعده: يسجل الدين المعدوم في دفاتر الوكيل في واحد مدينا ببضاعة الأمانة، 2 مدينا بحساب جار موكل، ألف زائد ب غير ذلك. ياسمين أنسى، هلا بنضع غير ذلك. غير ذلك، ليش اختارينا غير ذلك؟ أسي ما أنه الحساب دين المعدوم والعمولة عادية، تمام، فالموكل هو يلي بيتحمل ببداية بتحمل سداد الزبائن، تمام. لهيك الدين المعدوم ما بيتسجل بقيود الوكيل، فقط بيتسجل بديون الموكل، يعني الحساب هو الاسم ما بيتسجل بقيود الوكيل، تمام. غير ذلك، فلذلك نختار غير ذلك. طيب، تسجل البضاعة المردودة مدينة ببضاعة الأمانة، الحالة شلون بدي أسجل بضاعة المردودة؟ طبعا عندي أربع خيارات: 43,600 مدين ببضاعة الأمانة، 43,600 دائم ببضاعة الأمانة، 40,000 دائم ببضاعة الأمانة، و 44,600 دائما ببضاعة الأمانة. شو راح تختاري حالة؟ 40,000 دائم ببضاعة الأمانة لدى الوكيل، تمام. عدد وحدات البضاعة المردودة ضرب تكلفة الوحدة 20 ضرب 2000 طلع 40,000، تمام. تبين معنا من نص المسألة إنه عدد الوحدات المردودة كان 20 ضربناه بتكلفة الوحدة الواحدة اللي كانت في بداية المسألة اللي هي 2000 ضرب 20 40,000. نختار الخيار اللي هو جي اللي هو دائم ببضاعة الأمانة لدى الوكيل. القيد شو رح يكون يا حبيبي؟ من حساب بضاعة مرسلة إلى حساب بضاعة أمانة لدى الوكيل، تمام. هلا اللي بعد إن مصاريف الرد تسجل، شو يا إسراء مصاريف الرد؟ تسجل جواب 4,600 دائم ببضاعة الأمانة لدى الوكيل. طيب شلون حسبنا 4,000؟ أول شيء نأخذ مصاريف رد الوكيل. بس شوي، هلأ بالنسبة لل 4,600 حسبناها على الشكل الآتي، شو عملنا؟ نأخذ مصاريف الرد الوكيل اللي هي 600، تمام.
زائد مصاريف رد الموكل اللي هي 400 تمام، زائد نصيبه هاي اللي هو 180 تمام، اللي حسبناه قبل شوي حسبناه شلون طلع 180 180 ضرب 20 تمام. مصاريف الرد هي عبارة عن مصاريف الوكيل عند الرد، مصاريف الموكل عند الرد، زائد نصيبها من مصاريف الموكل والوكيل عند الإرسال والاستلام، عدا مصاريف البيع والتوزيع. وعليه راح يكون هلأ عندي الخيار 4600 دائم ببضاعة الأمانة لدى الوكيل، اللي هو دائماً ببضاعة الأمانة لدى الوكيل. تعطينا إسراء القيد؟ يكون القيد من حساب مصاريف رد البضاعة إلى حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل. تمام تماماً. إن النقص الطبيعي يسجل لا يسجل لأن نقص الطبيعي هو لا يسجل لأن النسبة طبيعية. متفق عليها الموكل والوكيل ولا يسجل قيود لا بدفاتر الموكل ولا في دفاتر الوكيل. هنا بمسألتنا كان النقص هو 5 مكانس، يعني نقص طبيعي فمقبول وما راح يسجل لا بدفاتر الموكل ولا بدفاتر الوكيل. نرجع نقول إنه العجز الطبيعي لا يوجد له قيد لا بدفاتر الموكل ولا بدفاتر الوكيل. 6 النقص الواجب تسجيله في دفاتر الموكل. محمد داون بي وجيم، اللي هو النقص الواجب تسجيله اللي هو بي زائد جيم. طبعا هون بالنسبة لنا هون قلنا لا يسجل. البعده بي زائد جيم، ليش اختارنا بي زائد جيم؟ نقصنا 15 كرسي من 5 كراسي مسبوح بي، يعني صار عندي العجز بدي اسجل فقط العجز الغير طبيعي. وطبعا اسجله بدفاتر الموكل وبدفاتر الوكيل، بس هون طالب مني في دفاتر الموكل. بالتالي شلون راح اسجله؟ شلون قيمته؟ 10 ضرب بسعر الفاتوره السوريه 2300. ممتاز، 2800 زائد 10 ضرب زائد 10 ضرب 108، يعني تكلفته بالسعر سعر الفاتوره السوريه زائد نصيبها من مصاريف الموكل والوكيل عدا مصاريف البيع والتوزيع، راح يطلع معي 24800. بالتالي القيد شلون راح يكون؟ من حساب جار الوكيل الى حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل. تمام، من حساب جار الوكيل الى حساب بضاعه الامانه لدى الوكيل. ممتاز. البعده بالنسبه للبضاعه الباقيه، البضاعه الباقيه راح تكون شو راح تكون يا سلسبيل البضاعه الباقيه؟ شلون بالطريقه انه احسب البضاعه الباقيه؟ خلينا نرجع على نص المساله مشان نعرف شلون انا حسبت البضاعه الباقيه. بدايه يلا سلسبيل تكلفتها هي بداية اول شيء تحسبي عدد الوحدات الباقيه بالنقص الكامل الارساليه من مصاريف من البيع النقدي عدد الوحدات المباعة نقدا. احنا عندنا الارساليه كانت 500 مكنسه صح؟ نقص منها 200 اللي هي مباع نقدا كمان، والبيع الاجل 150. ممتاز. والبضاعه المردوده اللي هي 20 والعجز في البضاعة. بالتالي أنا راح أنقص هذول كلها وتطلع معي البضاعة الباقية 115. طيب نضربها بالتكلفة. تكلفتها اللي هي من بداية المسألة قلنا إنه هي عبارة عن 2000. اللي هي عبارة عن 2000. معناها 115 ضرب 2000 اللي هي تكلفتها زائد 115 ضرب 180 اللي هي نصيبها. بالتالي قيمة البضاعة الباقية هي عبارة عن تكلفتها زائد نصيبها بحسب نصيبها من مصاريف الموكل والوكيل عند الإرسال والاستلام عدا البيع والتوزيع اللي حسبناها ببداية المسألة حسبنا يا نضال وكانت هي 180. بالتالي أي خيار راح تختاري؟ دائما ببضاعة الأمانة 250 و 700. دائما ببضاعة الأمانة اللي هو 250 و700 يطلع معانا 250,700 ليرة سوري اللي هو البضاعة الباقية. تمام، نهاية هون حسبنا البضاعة الباقية، حسبنا البضاعة المردودة، وعرفنا إنه العجز الطبيعي لا يسجل، حسبنا العجز الغير طبيعي بسعر الفاتورة السورية، ونهينا المسألة. في أي سؤال؟ بالتالي احنا عنا العجز الطبيعي، قلنا العجز الطبيعي لا يسجل لا بدفاتر الموكل ولا بدفاتر الوكيل، تكلمنا اليوم عن العجز الطبيعي وعن البضاعة المردودة، العجز الطبيعي والعجز غير الطبيعي. قلنا العجز غير الطبيعي يؤخذ بسعر الفاتورة السورية ويتحمله الوكيل. طبعا شو بدي اي الحالات اللي استخدم فيها سعر الفاتورة السورية؟
في حالتين بس بنص المسألة ممكن أستخدم فيها سعر الفاتورة السورية اللي هي شو يا إسراء؟ في حالة العجز الغير طبيعي إذا كان إهمال شخصي أو من طرف الموكل. هو رح يكون غير طبيعي خلاص معناها حمله للوكيل. والحالة الثانية؟ الحالة الثانية إذا كانت بسبب تالفة مسؤولية الوكيل. هاي الحالة اللي استعمل فيها سعر الفاتورة السورية. أما بقية الحالات فأستخدم فيها التكلفة. وبالنسبة للبضاعة المردودة هي الوحيدة بين كل الحالات اللي قيمتها هي عبارة عن تكلفتها فقط، ومصاريف الرد أخليها لحالة على اعتبار إنها خسارة. أنا وتقفل بملخص الرد. هي بتنحط بتنحسب بالتكلفة فقط، لأنه إجمالا هي بتتسجل بالمخازن بس فقط بالتكلفة. ممتاز، لأن البضاعة دوما تقوم بالمخازن بسعر التكلفة فقط. تمام. في أي سؤال ثاني؟ لا شكرا. أعزائي الطلاب نشكر حضوركم ونشكر الطلاب ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.